مشارك في أشغال وفي فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي بكنوز 2013، هو وفد هام يتكون من فعاليات المجتمع المدني الصحراوي على اختلافه. وكذلك هذا الوفد يضم في تشكيلاته شباب ونساء ومنظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، ويسعى أولا لإطلاع الرأي العام التونسي بالدرجة الأولى بالقضية الصحراوية والاتصال بمختلف المنظمات الدولية المشاركة في هذا المنتدى بغرض تحسيس الواقع الشعبي.